عجيب غريب ما شاء الله تبارك الله. تجهيز بعض الاشياء الباترول فاتين الله يبارك له. الشيء الاول نبدا فيه قاعده كنود، طبعا تكتب على مسمار وكاله بكالعاده بدون تخريب بدون شيء، يقدر يفكها بالمصامونه هذه، يفكها ويفك يسحب القاعده متى ما بغى وينزلها بشكل طبيعي. طبعا جاي شكلها وذ جدا ومرتبه وقريبه جدا من استخدام السائق، طبعا ولا تعيق المعاون. كذلك تركيب بطاريه جافه 200 امبير، طبعا تكلمنا كثير عن ميزاتها وفوائدها، انها عمرها اطول، تستقبل شغلها قدر كهربائي او اجهزه كهربائيه ثقيله، حتى وسياره طافيه لو فرغت البطاريه، نسيت الثلاجه شغاله، نسيت لمبه شغاله، البطاريه فضلت لين ماتت ما عندها مشكله، تشحنها تعبيها مره ثانيه تعيش معك عمر طويل بفضل الله بعون الله يعني. ما شاء الله تبارك الله. طبعا تم تمديد كذلك ست ثلاجه مخفي بالكامل ومعزول سماكة 10 ملي، طبعا تم تطويل السلك بحيث حاب ينقل الثلاجه الصف الثاني يكون عنده سلك يكفيه بشكل سهل. كذلك تركيب وصله سماكة 12 ملي اللي تركب على نفس الثلاجه الوكاله بدون ما اسحب في الداخل او اخرب الوكاله او اطلعها من الضمان، ينشبك راس فيش في اخر الثلاجه. ما شاء الله تبارك الله يبارك لك. هذا كله في العجيب والغريب.